خاض من خاض وفر من فر وهلك من هلك وسلم من سلم، وإذا بأبي سعيد يلزم جبل، يروح الجبل، وش عندك يا أبو سعيد؟ وإذا برجل شامي، رجال من الشام، شامي، رجل شامي يلحق بأبي سعيد. أبو سعيد تخيل يمشي في الجبل، يمشي يمشي، وإذا بالرجل الشامي يلتفت إليه أبو سعيد، وإذا به يقبل على أبي سعيد يريده. قال أبو سعيد: إليك إليك، وش تريد؟ ماذا عندك؟ إليك إليك. وإذا بالشام يقبل، قال أبو سعيد: إليك إليك. وإذا بالشام يقبل، قال أبو سعيد: إليك إليك. وإذا بالشام يدنو ثم يدنو ثم يدنو، وإذا بأبي سعيد يريد أن يفر من دمه ومن عنقه ومن روحه، وأن يسلم بدينه من دون أن يقابل الله بدم امرئ مسلم. وإذا بأبي سعيد يلزم رأس الجبل، يفر من حصاة إلى حصاة، ومن صخرة إلى صخرة، ومن محل إلى محل. وإذا بهذا الشامي، أين أبو سعيد؟ والله ما علم عنه. فإذا بأبي سعيد قال: إليك إليك إليك. وإذا بأبي سعيد رضي الله عنه يرجع عليه، خلاص ما عاد في أمر. فإذا به يأخذ سيفه، فلما أخذ سيفه فأقبل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبل عليه وإذا بالشام يقبل على أبي سعيد، وأبو سعيد يقبل على الشامي، وإذا بالشامي يدنو وأبو سعيد يدنو، وإذا بالشامي يقرب وإذا بأبي سعيد يقرب. فقال أبو سعيد لما رآه: وإذا بلحظة إيمان ملأت فؤاده ويقين بالله سكن قلبه، فإذا بأبي سعيد يرمي بالسيف على الأرض. فقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فقال جاء. فإذا به يمسك بيد أبو سعيد. أتخيلتم مقولة شيخ الإسلام: فإذا وقعت الفتنة عجز العقل عن دفع السفهاء؟ يمسك بيد من؟ حافظ حديث رسول الله. يمسك بيد من؟ صاحب رسول الله. يمسك بيد من؟ من تربى في جامعة محمد. يمسك بكف من؟ بكف من رضي الله عنهم ورضوا عنه. يمسك بيد من؟ بيد من كلا وعد الله الحسنى. يمسك بيد من؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يمسك بيد من؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. وإذا بأبي سعيد يقاد من رأس الجبل وينزل من علوه، وإذا بأبي سعيد يتفوه عليه بتلك الكلمة: قال: والله لقد قاتلت مع رسول الله فوق هذا الجبل. قال: ما تقول؟ وش عندك؟ أنا ما سكيت من؟ قال: لقد قاتلت مع رسول الله المشركين فوق هذا الجبل. قال: من؟ من أنت؟ ما اسمك؟ ما كنيتك؟ ما شخصك؟ فقال أبو سعيد: قال أبو سعيد الخدري. قال أبو سعيد الخدري: قال: اذهب بارك الله فيك، اذهب بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا وقعت الفتنة قل من لم يتلوث بها إلا من عصمه الله. وقعت يوم أحد.